انا عارف ان هو هايل لكن دمه كمان خفيف. شفت دمه خفيف جدا بعد عاملين مسابقه النهارده. ده كان بعد مباراتي كان راجع راكب الموتوسيكل ورا. لا سيبك من كده، احنا النهارده دي صفحتنا على الفيسبوك، صفحه ملعب الاهلي وقناه الاهلي. اوكي هو دخل صوت لنفسه والله. احسن لاعب احسن. انا مش هتداخل لكلوبالي بقى. ايه رايك هو النهارده كلوبالي على طول اهو على طول ممتاز. عايز اقول لك دور النهارده عشان النادي الاهلي ضغط جامد وابتدى في مشاكل دفاعيه، فهو خليه كان ظاهر بقى، كان باين جدا في الكرات العاليه تحت بناء الهجمه بشكل يعني هو بيلعب على قد امكانياته يعني ما بيحاولش يتفلسف. كورته من تحت صفحه النادي ماشي بيبتدي من تحت بشكل كويس. التعاملات الهوائيه بيشتغل احنا ونادي واحد جدا. الخبره واضحه فيه طبعا يعني حتى تلاقيه في دخوله التايم بتاعه صح، مع انه هو مش سبرنتر بس بيقف صح بيتحرك صح مع ايمن يعني تحس الاثنين بيلعبوا مع بعض من فتره طويله. هو اللي ظابط الريتم اللي ورا في الوقفه في تحضير الكوره. حسام عاشور الثلاثه بيحضروا بشكل كويس جدا. سليف بيكمل في الوقت اللي عايز يكمل فيه ويباص الكوره وبيرجع بشكل كويس. فالنهارده بعتبره من نجوم اللقاء. طب شوف كلماته كمان، هو منزل تويتايه بيقول فيها ايه؟ لا تحتاج ان تكون في المدرجات فانت دائما في قلوبنا وفي عرقنا زي الدم بالظبط. ده كلام كلوبالي. اصواتك كالساعه الهادئه في ليله هادئه، لا تترك اذاننا اصواتك يعني، لا نريد ان نكون على علم باننا نلعب من اجل الاهلي لان لون التيشيرت وحده يكفي. يعني واضح انه بيتكلم كويس، ان واحد متربي جوه النادي الاهلي بقى له سنين طالع من مدرسه الكوره ولا من الناشئين. يعني ده مش واحد دخل بالك سليف كلوبالي له شهرين او ده الشهر الثالث ليه في النادي الاهلي. ان واحد يدخل بالمفهوم بتاع النادي الاهلي وحب الجماهير وروح الفنانه الحمراء وان انا اكسب كل مباراه. كان ليه لقطه كان المباراه اللي اتصاب فيها اجاييه وهو شايل اجاييه على كتفه وداخل بيه الاسانسير. هي ما هي دي روح دي روح النادي الاهلي، ان انا اشوف زميلي ان انا اشيله ان انا اساعده ان يبقى في حب ان في دايما عندي لغه المكسب. فطبعا يعني والشخصيه وسامه كمان لا يعني مكسب كبير جدا بصراحه. يعني روح الفانيله وشخصيه اللاعب اللي بتفرض نفسها على الساحه. كنت اتمنى يجي من 3 سنين فاتوا صراحه متميز اصغر من كده شويه اصغر من كده اصغر من كده شويه. شخصيته بشكل كبير جدا يا كابتن سيد زي ما حماده ملحوقه ان شاء الله. يعني قدر ان هو يطلع المميزات اللي موجود عليها كلوبالي. وزي ما اسامه قال لك كمان ان هو لحق يعني خلال شهرين يتاقلم على مدرسه النادي الاهلي. بترجع لشخصيه اللاعب، هو شخصيه كلوبالي فرضت نفسها على الساحه. واحنا يمكن فوجئنا كمان ان راجل كابتن اضاف وحماده بعض المدربين بتستنى على اللاعب المحترف شهر شهرين لحد ما يكتمل ويبدا يعرف اللغه ويبدا يعرف عاداتنا وتقاليدنا. لكن قائد من بالظبط لكن الاحتراف يعني اللي احنا شفناه مش راهب الموقف بتاع النادي الاهلي ده اضافه بعد اسبوع حماده. يعني جرأة من الجهاز الفني ورؤيه فنيه من الراجل. كويس هو عارف كويس زين كان مدربه في الراجل. اضافه انت عارف الكلام ده قريب من كلام كارترون مع اللعيبه اللي هو التحفيز وازاي بيعمل بيخلق دوافع عند اللعيبه. كلام كويس جدا هو يعني بره الكوره مستر كارترون كلامه بيدي حماس للعيبه بشكل كويس جدا اللي هو اللي موجود في النادي الاهلي. عارف يعني هو جاي ركب في المكان الصح. اصل انت ما عندكش وقت يا كابتن حماده تتمرن. يعني انت كل 3 ايام مباراه فانت ما عندكش وقت انك تمرن. فانت بتلعب على العامل انك تدور في التشكيله والعامل النفسي ده تقدر تشتغل عليه. صحيح جدا في الفتره دي يعني صحيح فتره الاجهاد وتلاحم الماتشات بيبقى تكتك كله حاجات خفيفه استشفاء كلام كله كلام اكتر منه شغل بدني جامد يعني. واحنا ده الدور اللي حضراتكم بتشيروا ليه الحته النفسيه. ولما يكون في حته بدنيه وارهاق وتعب وسفر وبطولات مختلفه ومحلي وعربي وافريقي يبقى لازم تشجع بشكل كويس. لازم تكون مساند بشكل كويس قوي. اطلع عم سمير.